وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. مهم اليوم كما كتشوفوني فايقه بكري، راه عندنا علين جوج فقت انا مع ديك ال11، وجدت راسي وكلشي وجيت للشارقه مع عجمان الشارقه. قلت انا ديما كنبغي هذا المطعم، كنحماق عليه ملي كنت نسكن هنا. جيت البلاصه اللي كنسكن فيها، جيت لحومتي القديمه، جيت نشرب كاس قهوه صافي ونطلع لدبي. عندهم شاورما خطيره، ومن ما كنطلع عندي خدمه ان شاء الله. اليوم عندي عروسه فماشي نخدم لها، باغي تحني غير حنا، فمشي نحني لها وانتم معايا تحضروا. بنات يلا وصلت، المهم لقيت العروسه كتماكي، دخلت انايا صافي لها قلت لها سامعه دايره في القهوه اول مره خدم في القهوه. بصح زوينه يعني، الفوق بلاصه بحال صالون صغير دايره في احسن. لا يعني اوريدي ما عايشه هنا، صحاباتها ماشي عربيه، ماشي يعني ميكس، ما كتعرفش كاع العربيه، فدايره فهمتي وكيدير داكشي خفيف ظريف، فباغي هي ديزاين ديكور مغربي، حنا مغربيه. فصاوبت لها الجلسه وكلشي، دابا بقات ليا شنو نلبس انا. قالت لي اللي خصك تلبسي، حيت انا كنلبس جلابه، كنلبس قميص خفيف، فغنلبس قفطان. بغيت نلبسها غير واحد الكسيوه نوريكم. صاوبت لها الجلسه فين، صاوبت لها الورد، ويلي الورد، الورد ديال وحده، وانا سحاب ديال العروسه، تا واحد القاوريه هنايا، قاوريه سوزان، وقاسه كنقطعو نصاوبو في الاخر. قالت لي ديالي هاد الورد علاش كتقطع؟ اختي تشي تحب تاع العروسه، قالت لي معليش. المهم صاوبت على الجلسه غير نوريها لكم ونرجع لكم من بعد. واخيرا اللوك فاينل كملت، لبست دابا كنستنى غير العروسه. المهم دخلت لبستها، ف خصك تدقق على جميع، خصك تكوني نقافه باش تعطيها داك الزبده. فلبستها ودرت لها داكشي اللي بغات واللي باغيه، كتوريني في التصاور هاد الديزاين اللي راني باغيه انا، فكندير لها فهادشي اللي كاين. فكل واحد وكيفاش كاين، اللي كيبغي يعني حتى الشبكه باش ديريها يعني كما نقولوا الطرحه، حنا كنقولوها في وجده، فكل واحد كيفاش كيبغيها. كاين اللي كيبغيها مخزانيه، كاين اللي كيبغيها سامبل، كاين اللي كيبغيها فوق الشعر، كاين اللي كيبغيها تحت الشعر. المهم خصك انت خصك تكوني محترفه باش تعرفي تصاوبيها. فانا لبست قفطان، ما قفطان تكشيطه تقريبا، تكشيطه قولي، فهي غت لابسه الخضر، فقالت لي اجي لابسه الخضر، فانا ما بغيتش نلبس خضر في الخضر، فلبست انا هاد الفيغ بيستاج والتحتيه في الخضر، فلبست كما نقولوا العكس ديالها، فغتجي لو شارم زوين مع العروسه. فهادشي اللي كاين. وهنايا نوريكم الجليسه، شوف الجليسه، فما بغاتش الطابلو داكشي، فقالت لي جيبي ليا غير الجلسه. فجبت لها الجلسه، قد هنا الصراحه الديزاين داكشي مرتب على حقه وطريقه. انا صوبت لها الجلسه هنايا التفريشه كما شفتوا، ها هي مقدانه التفريشه، فما بغاتش لي زاكسيسوار بزاف في الطابله. هادو المرشات ديال المزهر، ديال الحليب، تيشو تاع كلينيكس، هادي ديال هادي ديال السكر، هادي ديال الحنة، فهي الأنسة العروسة بغات دير فيها الورد، فجا زوين. وهنايا حنا درت لها، هنايا قديت لها الحنة، وقلت علاش لا ما نزيدش نختار وندير لها فيها الفوص، يعني هذا شنو كيقولوا له، السمق، السمق ما عرفتش شنو كيقولوا له، المهم حنا كنقولوا له السمق، فدرت لها هنايا السمق هكا الديزاين ديالها، فجات زوينه الحنه امويه. وانا الجليسه شويه وغنبدي ان شاء الله نحني لها، ها هو القفطه اللي لابسه انا مخزانين، كجباني المخزن. المهم لبست الصنداله حيت كان بوجي ما نقدرش نلبس الطالون هكا.
يلا كملت البنات، صراحة عييت. دبر علينا 11 تقريبا، وانا راني خارجة من الدار بكري، خارجة كما نقولوا مع هذيك 11 تاع الصباح، تخيلوا 12 ساعة. كما قلت لكم البنات خرجت بكري فعييت. يلا حنيت البنات، كملت، قديتش عيطاء، قديت العروسة، كملت لها، حنيت لها، نزلت. اصلا هما كارين قهوه فدايرين فيها الحفله لتحت، يعني ماجرينها، فدير انايا الجلسه، طلعت غير حنات انايا ونزلت. فصافي انايا كملت، نجمع الجلسه ديالي ونوض نجمع راسي. بعد غدا عندها الليله عاوتاني خدمه، اللي غنكفها باذن الله يكون نكفت معايا، فان شاء الله نوض نمشي نجمع حوايجي ونقبل الطريق، حيت عندي تقريبا 45 دقيقة. تمارا ديال بصح البنات، الحمد لله على كل حال. المهم حلالا طيبة، أهم شيء الواحد كيعرف ديك الفلوس منين جابها فكيرتاح. ضرب عليها تمارا. المهم توا معايا غنجمع الجلسة. عندي قاعدة حاجة في الخدمة، هي طلع ونزل وجمع جلسة معايا، ما جلسوش فيها ما تخربقتش بزاف، جاتها زوينة. حتى البلاصة اللي دارت فيها تاع لاخر صراحة واعرة هنايا. صافا نجمع حوايجي وننزل حتى هنايا، عييت البنات. هدرا الطبيعة.